الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قرآني جبي دزدك لخبرونا دا يد عربي جبي دزدك لخبرونا دا منار إسلامي راديو تخطاس دا وراندي كيكي ودي خبرونا كي مقرر كتاب العربية بين يديك سؤال لسمي برخي ترسيد اليوم نحوي أيم درس جريان لري نحوي أيم درس مگو تاسو یو عنوان پکې واخستو اصوات اصوات جمع صوت معنا اوازونه اصوات جمع صوت معنا اوازون په دې کې مونږ تاسو ته په عربي ژبه باندې د تکلم طریقه او طرز العمل لخه چې څنګه د عربي ژبې مینوال کولی شي پا عربی جو باندی دا عربانو بشانت تلفوزو چی چنگ دا عربی جو مینوال پا عربی جو باندی دا عربانو بشانت تلفوزو بیا مدایا دا ونا کلیو چی هم دا غد ارس دا اصوات تر عنوان لاندی چکو منو تاس ترکوی دا کیسی چی سخمو هم واوی دا اصواتو دا عنوان دا خلاصی دو سر اسم کتاب علی مغاری چی دا عربی جو د ګرامر څخه موږ تاسو ته یو قاعده راکړه بعنوان راکوي ملاحظه النحويه ملاحظه النحويه د عربي ژبې ګرامر ته لنډه کتنه او د ګرامر یو برخه راخلي هغه ته عنوان ورکوي المنادى منادى او د هغه حالات موږ تاسو ته راکوي یعنې د حالتونه چې کله څنګه واقع کیږي او کله په جمله کې څنګه خو لکه المهم د وروسته موږ او تاسو ته اعرابي حالت هم بیانوي که چېرته منادا مضافه وي اعرابي حالت باید څنګه وي که چېرته نکیره غیر مقصوده وي بیا به اعرابي حالت څنګه وي او که چېرته نکیره مقصوده وي بیا به اعرابي حالت څنګه وي او که چېرته منادا علم یا نمو او مفرد نمو علم مفردو نبیا با یا عربی حالت چنگ ام دا مطاست رخی چی پا جمله کی منادا دا تلور و قسمونو نبخالی نوی یا با منادا مضافوی یا عربی حالت بای نصب چی کلا منادا مضافو باید منصوبوی یا زور بلد کجرت منادا مضافه نو بیا با نکیره غیر مقصوده وی کیدش که نکیره غیر مقصوده و منادا و او نکیره و او غیر مقصوده و نو بیا با هم منگو تاسو وی توی عربی حالت بای نصب وی دا با منصوبه وی درم حالت منادا دا نمضاف تا و ننکیره دا غیر مقصوده هم ندخو نکیره ده و مقصوده نکیره ده نو بیا منگو تاسو وایو چه پا دغا حالت که بای اعرابی حالت مبنی علی الظن مبنی باوی پا ظمه باندی که چه تا دادریوار حالت نو نو بیا با منادا علم یا مفرد باوی که دایش منادا علم یا مفرد باوی خچ کل علم وی او مفرد وی بیا با اعرابی حالت سنگ وی نو بیا منگو تاسو وایو چی دا بهم مبنی علی الضم مبنی علی الضم دلاخه وزهد دپاره منگو تاسو تا مثالون هم را کردی کچیر تا منگو تاسو غالو چی دا قاعده عملا پا عربی جبا کی تطبیق کرو نو دا عربی جبی مختلف و جملو تزروت لرو چی ترسوی عملا پا جملو کی وخایو چی منادا دا مضافه ده امو تاسو شوال که منصوبه باوی اعرابی حالت بای نصب وی عملا نخایو نرازو خبودو کتابون تذیر کیگو مثالون اخلو لمره مثال منادا ده مضاف منادا مضاف اعرابی حالت بای نصب رازو مثالی وایو یا عبدالله يا عبد الله
عبد الله مضاف، عبد مضاف يعني حالة من متصغر دال أخراني حرف قولوا كي نصب دقا دال باندي يا زوار لز نمغتصوه كي منادا كلام مضاف نمغتصوه بيا إعرابي حالات ورطة نصب تاكو بوين مثال يخلو منادا دا مضاف دا إعرابي حالات النصب دا مثال يخلو يا أم عمرين يا أم عمرين بلتا هم أم كلمة منادا دا يا حرف نداء أو أم كلمة منادا شو متصوج كلمة منادا مضاف و نبيعي إعرابي حالات نصب متصوج يا أم عمري معناه مفهومي يا دا عمر موري درين مثال يخلو يا طبيب الأسنان يا طبيب الأسنان معناه مفهومي إذا خونو دكتورة طبيب معناه دكتور أو الأسنان جمع سني والسن بمعنى غاخ أو أسنان جمع رزي معنى غاخنا دلتا بمتصوى يا حرف نداء أو طبيب كلمة مضاف أو الإنسان مضاف إليه ندلت منادى مضاف وقشوي بناء من متصوى يشكال منادى مضاف إعرابي حالات بين اسم يا بزر يا طبيب الأسنان داو دري مثالنا چه منغو تستي دا منادا مضافي دا بارا راكلي رازو دري نور مثالنا اخلو چه كلا منادا نكراوي او غير مقصودوي منادا نكراوي او غير مقصودوي دا دي مثالنا اخلو لمنا مثال اخلو يا مسلمان صلي يا مسلمان صلي معناه مفهومي اي مسلمان المنزوك وزدلتا معلومات نشت تكون كس تري مراد فقط عام بچغا كي مسلمان المنزوك من قطفت معلومات نشتا فدغا تقولنا كتون مسلمان دي الحمد لله من قطفت نوا يوكي بلانكي دغا كس چي تورت اشارة كي دغا مسلمان ننن هر کس چی مسلمان ده آغا تاوی یا مسلمان صلی دلتا منادا نکیرا دا و غیر مقصود دا بنا ان متصویو کالا چی منادا نکیرا وی و غیر مقصود وی اعرابی حالت بین نصب وی یا بزوار لری مسلمان علیف باندی تنوین امدغی حالت تا نصبی حالت وی ازو دوی مثال اخلو يا رجلا تعلم يا رجلا تعلم معناه مفهومي وإيه سريع ازدكرا وكرا يا رجلا تعلم إيه سريع ازدكرا وكرا دلتا من متصغورو كي رجلا كلمة منادا أو نكرادا وغير مقصودا كلتي منادا نكرة غير مقصودة بي يا ربي حالات بين نصب يا رجل تعلم معناه مفهومي يا سريع ازدكرا وكرا اس رجال دير دي دير سريع دير كسان موجود دي نبنان متصوي هر كستا ويشتا ازدكرا وكرا درين مثال يخلو يا طالبة تعلمي يا طالبة تعلمي معناه مفهومي خزينة ازدكونتي تزدكرا وكرا خزينة ما حسيري تواي تا ازدكرا وكرا وزداو اسم المات مشتا شكو دكوم دي خزينة ما حسيري دي خزينة ما حسيري دي منغو تاس دارو چي ده هر زيوي منغو تاس ورتوي چي يا طالبة تعلمي تا ازدكرا دلتا متصغور طالبة كلمة نكرة وغير مقصودة ومنادادة
او ياي حرف نداش نبنان من متصوي كلا منادى نكرا غير مقصود بي اعربي حالت بين الصب داو شبق مثالنا كيد شبق وارو كأغا منادى مضافة او كمنادى نكرا غير مقصود بي او كمنادى نكرا غير مقصود بي قدوار حالاتك من متصوي كحالتي عربي بي نصب اسم متصور ذو منادى خو اعرابي حالتي مبني على الضم منادى او اعرابي حالتي مبني على الضم دبكم حالتك منادى اعرابي حالتي مبني بي على الضم يا ببيش بعد اخيراني حرف باني بي بيش رازي او دا منادى بمبني هم وي مبني او دا معرب وتعريف من دا وطاسو مخي كرو مبني لكلمي اخر هيت تغيير نخوي كتم رمو عوامل بدل را بدل شي قد كلمي اخر ثابت باتي لك جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء او معرب شبو بل حالت نباتي كيجي ده مبني زد وقته ودا عوامل ودا داخلي دو سرسام تغيير خلي او تغيير لا من دلتا متصوج مبني على الضم اعرابي حالات بين خرزو دلتا منادى مثالنا اخلو شي داغي اعرابي حالات مبني على الضم نمو تصويت بدو حالة لك منادى مبني على الضم رازي قالت منادى نكراوة أو مقصودوة نكراوة أو مقصودوة مش كمو يدو نوكرت نكراوة هو غير مقصودوة زمو استاسو هدف دانو نكرا مقصودة كي أمدغ كسم هدفتي أمدغ ممرد وأمدغ نغوختنا لرو دلهم لا حالته ضيم قالت منادى علموي يا نموي اسموي او مفردوي مركب نبي ندابهم مبني على الضم اعرابي حالات رازي رازو ددوار مثال ناخل لما يغ مثال ناخل شي منادى نكرا مقصودوي يا مسلم صلي يا مسلم صلي كاستدي قوتني ولي خي قولي او اغام بدي بويقي چي ما تدا خبركي نطورتك يا مسلم صلي اي مسلمان المنز وقرا منادانا كرادا مسلم منادانا يا حرف نداد نكرادا ومقصودا دا مغتصو كلا منادى نكرا مقصود بي بأبي إعرابي حالة مبني على الضم يا مسلم صل دوين مثال ترازو يا رجل تعلم يا رجل تعلم معناه مفهومي وإيه سريا ازدكرا وقر إيه سريا ازدكرا وقر وزل تقولوا كي درجوا الكلمة منادادة أو نكرادة أو مقصودة نكرادة يا رجل تعلم تسمعلم مخي من قطاسو نكرا غير مقصود يا رجلا أرسلت نارينا وغفك داخلي دو دلت من قطاسو دي قسان والار ديخو من قطاسو أغطى إشاركة ودطولنا خاصكو يا رجلا تعلم تاتبا يا سرية تاتبا ازدكرا وقا او غعام دسي اعلان غنتكي يا رجلا تعلم نكرة غير مقصودة ده او يا رجل تعلم نكرة شو او مقصودة شو نورو قسان نخاسكي يا رجل تعلم نكرة او مقصودة نبنان من متصوي كده رجل كلمة دلتا منادى نكرة مقصودة وقشبي اعربي مبني على الضم درين مثال اخلو يا طالبة
تعلمي يا طالبة تعلمي، معناها مفهومي. وإيه إذا كونك يا أخذي نمح السلة إذاكرا وكرا. تقول طالبة كلمة نكرة مقصودة واقي شبي منادادة أو نكرة ده ومقصودة نكرة منادى نكرة مقصودة واقي شبي بناء المتصور كلام منادى نكرة مقصودة واقي شبي بابا إعراب مبني على الضم. ده دري مثالنا كم متصور ده منادى نكري مقصود لفارة مواخست رزو أخراني برختا كلام مناداوي علموي من اسم أو مفردوي منادى علم مفرد واخيش يعني ربي حالات بي مبني على الضمي. رزو مثالون يخلو لمرا مثال يا محمد قم، معناه مفهومي. وإيه محمدة محمد نمدي إيه محمدة باتة وزلت جمو متصو قرو يا حرف ندا محمد عالم مفرد منادى مبني على الضم وقشبت أو كلم كمناداوي علم مفرد بي إعرابي حالات بي مبني على الضم بي. رزود وين مثال أخلو يا فاطمة أدروسي يا فاطمة أدروسي معناها مفهومي. وإيه فاطمي ازدكرا وكرا درس أوايا وزلت أقول كفاطمة منادى علم مفرد مبني على الضم فاطمة منادى علم مفرد مبني على الضم وقشبت. رزو أخراني مثال أخلو يا زينب أدخلي يا زينب أدخلي معناها مفهومي. وإيه زينبي ننوزة يا كورتا يا كورتي تداخلش تقولوا كمنادى زينب كلمة ده يا حرف نداء ده متصور كده زينب كلمة دلتا منادى علم مفرد مبني على الضم وقشبه منادى ده نمدي أو زانتا نمدي كما بلا كلمة أسرى يوزاي ند أو مبني على الضم هم ده بناء من متصوي تكالهم يو كلمة يا يو عالم مفرد مناداوة عربي حالات بي مبني على الضم دون عربي جبي وقاعدة يا عربي جبي جرامر تلاندا كتنا تبون متصو منادى ود منادى مختلف حالات إعراب سرسم واخست. الله تعالى يوكلي چیز مقدق براونی منوالو او چیز مقدق براونی اوریدون کو بی سر خلاص شوی دو کتاب طرز العمل داسی ده چی کلم منگو تاسو تا ده عربی جبی ده گرامر سخایی و قاعده راکلی سمدیسی اور پسی و تمرین هم راکل گوری چی ده عربی جبی منوال او ده عربی جبی ازدکون کی ده تیری قاعدین تسمرا اخذ او تسمرا استفاده کرده ده عملا تا هم در خواهی ستا وردیا ستا اخذ ستا درس نه استفاده تا تا در خواهی کچیت تا کمزای که خلال موجودو بیادر تا وای چه تیر قاعده او زل بیاد تکرار که یه مکرره او گر نه همه قده چه منگو تاست تا دخبل زن ده ارزوانی ده پارا تمرین مخی دین چی ده تمرین اصل تداخل شو ده تمرین غوخته ناخلو
التدريب: اجعلي الأسماء التالية منادة ثم اضبط آخرها بالشكل كما في المثال. اجعل الأسماء التالية منادة ثم اضبط آخرها بالشكل كما في المثال. معناه مفهومي؟ ولان دي درك والشبه نمونة. أسماء جمع اسم، والاسم بمعنى نوم، متفشورت نوم. ولان دي نمونة منادة جولة يا حرف نداء ورتبه ابتداء كراولة مناداتري جولة. فقال دي كي مناداتري جولة ثم ضبطها بالشكل بيا امدغي منادا اخراني حرفتا زور وزير ورقا. تصوي عربي حالات مالومشي، تصوي عربي حالات مالومشي. بمنغو تصوي كما في المثال لكاتسنجيج بمثال كي دركرت. رازو لمره اغا كلمات اخلو چو منغو تصوتا كتاب راكري دي. لمره منغو تصوي عبد العزيز، دوين صاحب علي، صاحب علي ده علي ملغري، علي نوم ده صاحب مانا ملغري. خولة نوم ده مدرس العلوم ده مزامنو خونك. يا علوم عربان سنس تهم واي، او علوم جمع علم همرزي المنة، او يا سنس مزمون تهم واي. فالمهم مدرس العلوم يا ده سنس استاذ، او يا كمان تاسو مدرس العلوم معنا ديرو مزامنو يا ديرو علمونو استاذ. سليمان ممدن ام سالم صاحب السيارة، ام سالم معنا ده سالم مور. صاحب السيارة ده موتر مالك، ده موتر مالك. دوش بد نمونة چه متصر اکلو اس متصر عملا غالي چه تیرا قاعدة پدیك تدبق رأي، تیرا قاعدة پدیك تدبق رأي. رازو لمرا مثال خبالا كتاب متصر جور کرده عبدالعزيز. جملة استعمالي: افتح الباب يا عبدالعزيز، افتح الباب يا عبدالعزيز. معناه مفهومي؟ وإيه عبد العزيزة دروازة خلاصك. وصلت من متصور يا عبد العزيز، عبد دلت منادات يا حرف نداء قرش ده عبد. فكلمة باندي عبد العزيز كلمة باندي يا بدغنون باندي إعراب جاركو لتمرين دو اختني سرسم نبنان من متصور وش ده نصبي حالت. ولي كلام متصوايو شي وكلمة مناداوة أو مضافوة، كلمة منادا مضاف إعراب بي عربي حالت بي نصب، عربي حالت بي نصبي. لك يا عبد الله ويا عبد العزيز دوارة يوشن لك اسم مركب أو ليس مركب بالأمراني كلمة باندي في عرب من تاسو جاركو. دائم ركوي صاحب علي رزو تير قاعدة في جاركو جملة استمالو: افتح الدار يا صاحب علي، يا صاحب علي. افتح الدار ويكون خلاصك إذا علي ملقري أكون خلاصك. قولوك صاحب كلمة منادا واقع شبلتها مضافته نبناني عربي حالتي نصب. خولة كلمة أخلو أو منادات رجولو يا خولة تعالي، يا خولة تعالي. معناها مفهومي؟ خولة نمدي ويا خولة راشة. قولوش خولة علم دي أو مفرد دي. قالت منادا علم مفردوي إعرابي حالات بين مبني على الضموي. نزلت نقول كده خولة كلمة علمي أو مفردا ومبني على الضمي إعرابي حالات. تلرم مدرس العلوم رازو منادات رجوله ومن متصل: اشرح يا مدرس العلوم، اشرح
يا مدرس العلوم. معناها مفهومي؟ وإذا سينس أستاذة كتاب تشريك له. وصدلت مدرس كلمة منادادة. مدرس كلمة منادادة. أو منادى مضافتة لك يا طبيب الأسنان أو يا مدرس العلوم. دور يوشنت مثال دي أو يوشنت حكم لري. منادادة مضافتة نبينا نقول قال شيء منادى مضاف أخي شيء بأبي عربي حالة نصب. بنجم سليمان. يا سليمان أدرس. يا سليمان أدرس. ويا سليمان ذكر وقر. أما حالة متصوية شيء منادى وعلى مفرد وأخي شيء بناء مبني على الضم عربي حالة رازي. يا أم سالم أقبلي. يا أم سالم أقبلي. منادادة مضافة بناء متصوية حالة نصبي. أو تجملي معناها مفهومي. وإيد سالم موري راش. يا صاحب السيارة لا تسرع. كلمة متصرة كلي صاحب السيارة منادات رجولك المتصو. يا صاحب السيارة لا تسرع معناه مفهومي. وإيه مدر ولا تزمزة. وصاحب كلمة دلتا منادى وقشوي بناء متصوي تكلم منادى مضاف و إعرابي حالات بي نصب. إعرابي حالات بي نصب. داود ملاحظة نحوية العنوان لاندي تمرين جمع تصو أخستو ركول شبي قاعدي تمبكي عملي بنا ورقلا من كتاب بوصول سرسام مخي مهم يادو نكريوا وايو چي پا هر مهارت باندي پخبل وقت كي وقتا پا كتو سرا دا عربي جبه پا منوال باني كار كوي نو دي پس کالا چمو تصو دا عربي جبه دي گرامري وبرخ راكري واري چي سم دستي دا فهم المسموع عنوان راكري او دا فهم المسموع پا عنوان كي دا عربي جبه دا سماع پا مهارت باني كار كي دا عربي جبه دا اوريدو لو قوات قوي كي نرازو هم دا عنوان اخلو حكم متاسخ كل كتابون تزير شو كل كتابون كي بوقو چه دا فهم المسموع عنوان سر سم پتن كي دا كيستي علامة هم راكوي معنى دا چه دا غدرس دا كيستي پوري هم ترل ده نو نهوي ايم درس سوار لسما برخبا انشاء الله ورست دمنار اسلامي راديو تخام شريكة سرا واو وسرادو فقط دا عنوان تشريكو بيا براشو درس بشريكة سرا ممتصنا غختن لري استمع الى الخبر ثم اجب عن الاسئلة التالية باختصار مستفتا بكستك يولان خبرو اخبار دا تذكر كي يوكس خبرونا وي دايوي موضوع بتلاو چي اغا پا بازار كي غلا شوي وي دا غلا دا موقعات بتلاو تاستو معلومات در كوي نتاس دا خبر تا غوك شوي پا دقيق داول بان دا چې کله خبر په دقیق ډول باندې ورته غوږ شوې او ته پوه شوې نو سمدستي ستا نه د همدغې خبر په تړاو شپږ پوښتنې تقصد حادث سرقة المصرف الوطني؟ نعم لقد أخافني ذلك الحادث كثيرا. لم تكن بلادنا تعرف هذا النوع من الجريمة من قبل. لكنني شعرت بالاطمئنان عندما قبضت الشرطة على الجناة بعد ساعات. لقد زادت الجريمة عندنا أخيرا ولكنها ما زالت قليلة مقارنة بالدول الأخرى. أتفق معك. فقد قضيت العطلة الماضية في إحدى الدول الكبرى. لم نكن نخرج من الفندق بعد غروب الشمس خوفا من حوادث السرقة والقتل.
بل تقع الجريمة أحيانا في تلك البلاد في النهار. أخاف أن تنتقل العدوى إلى بلادنا. متاسب شریک سره واردو شپک پختنی لري دغه شپک پختنی دغه لن خبر د اوریدلو نو ورسته جواب لومړنی پختنه کوي کم رجل سرق الاموال څو کسانو مالونه غلا کړی غلا څو کسانو دیم به وي فی ای بلد وقع الحادث بكم ملکی دغه پیخه رامنځته شو درم کم راکبا فی الطائره پجاز کی اتیاره کی توس پر لئی موجودی بی صدرم این هبطت الطائره هبوط نزول توی و تیره چی تکینست این هبطت الطائره جاز یتیره چی تکینست پینزم ماذا رکب الجنات بعد الطائره ده غغله ده جاز نوروز تا پچی کینست شبقم أين ذهبوا بالأموال مالون يشير توت اختول نشبق بختني بي شد أوريد الشوي خبر بطلاو تاس سخوش نشبقو بختنو مختصر جوابون تاس تا دو قراني دندي بشكل باني دركو الله تعالى ديو كري شد خبل قراني دندي بحال كي غفلتو نكري بخبل وخصر يسر تورسوي كتير تا بخبل قراني دندكي تس مشكل لري کولی شي چې منار اسلامي رادیو سره په تماس کې شئ. موږ ان شاء الله ستاسو سوالونو ته په جواب درکولو کې ناغېړي نه کوو او کوشش کوو چې تاسو سره